هذا وفي خبر عاجل وردنا قبل قليل، أعلن ضباط وضباط الصف وجنود قاعدة بنينة الجوية الواقعة بضاحية بنغازي أصدروا بيانا يؤيدون فيه ثورة ضد نظام القذافي. أنا العقيد طيار حسين محمد عوذر والبلي أمير السرب العمودي للطيران بقاعدة بنينة الجوية. الله أكبر. نعلن إليكم في هذه اللحظة المباركة بأننا مع قوة الثورة، قوة شعب 17 فبراير. الله أكبر. ومعظم منتسبي القاعدة، ومعظم منتسبي القاعدة من ضباط وضباط صف وجنود ومدنيين متواجدين الآن، متواجدين الآن داخل القاعدة. الله أكبر. وسنموت بالعزم والانتفاع على كرواتي، على الوطن، على ليبيا. الله اكبر. عاشت الثورة، عاش 17